عندنا تطوير البنى التحتية في جامعتنا جامعة جابر حيان للعلوم الطبية والصيدلانية يمثل ركيزة أساسية من ركائز تطوير العملية التعليمية والبحثية في جامعتنا، حيث دأبنا طوال الفترة الماضية على العمل بشكل متواصل ومستمر لتطوير البنى التحتية في هذه الجامعة وبما يحقق بيئة تعليمية مثالية لأبنائنا الطلبة، إضافة إلى مكان مناسب للسادة أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في الجامعة. كما هو معلوم فإن عملية تطوير البنى التحتية لا تعني مجرد تحسين شكل البناية أو تجهيزات المختبر، وإنما هي تعني تطوير وترصين اعتمادية المختبرات وجودة العملية التعليمية من خلال الاهتمام بالجوانب التي لها الدور الأساسي في النتاجات البحثية وعملية إيصال المعرفة والمهارة لأبنائنا من طلبة الجامعة. نتحدث اليوم عن موضوع جدا مهم، هو موضوع الاعتماد الأكاديمي لكليات الطب، وهذا الموضوع مرتبط بعملية مهمة جدا، هي عملية جودة التعليم الطبي الذي ظهر في العراق لأول مرة في عام 2008 بعد أن تبنى المشروع الأستاذ الدكتور حكمة عبد الرسول رحمة الله عليه في لقائه مع عمداء كليات الطب اللي حصل في أربيل في ذلك الوقت، وبدأ بإعلان ما يسمى بمشروع الاعتماد الأكاديمي لكليات الطب. ما معنى الاعتمادية؟ الاعتمادية هي مجموعة النظم ومجموعة المعايير والمؤشرات التي وضعتها منظمة الوفني، وفي العراق تأسس من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب، وهو المسؤول الآن عن مراقبة جودة التعليم الطبي في العراق، ويكون مسؤولاً عن منح الكلية الاعتماد الأكاديمي الذي قد يكون مشروط وقد يكون غير مشروط حسب قناعة المجلس الوطني وحسب مطابقة المعايير بالنسبة إلى كلية الطب. بعد أن أطلقت وزارة التعليم العالي حقيقة الوجبات الخاصة بنيل الاعتمادية لكليات الطب، شملت جامعتنا بالوجبة الثالثة، والتي يعني تم تبليغنا بوجود إن شاء الله استعدادات كاملة لعملية التقييم الخاصة بكليتنا. من جهتنا يعني بدأ العمل بجمع التوثيقات وجمع المستندات وتحشيد الجهود إعلاميا وعلميا، ومن جهة الطلبة كذلك تم استحداث وحدة التعليم الطبي التي استقطبت العديد من الكفاءات التدريسية في الكلية، وكذلك استقطبت ما يربو على 12 إلى 13 طالب من مختلف المراحل وكذلك ممثل الطلبة. فبحمد الله يعني أصبحت وحدة التعليم الطبي هي انطلاقة البرنامج الأكاديمي. بالنسبة لعملية جمع البيانات في جميع الفصول، شاهدنا بعض التحديات في جمع البيانات، والحمد لله والشكر قد تجاوزنا هذه التحديات، وسوف ننتظر زيارة الوفد الوزاري عن قريب إن شاء الله. في ظل التطورات الراهنة تسعى جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية تتخذ موقعاً متميزاً بين الجامعات العراقية والعالمية، وهذا الهدف يتطلب تطورات كبيرة على مستوى البنى التحتية والإعمار. تطمح كلية الطب لتنويع التعليم الطبي على مستوى الدراسات الأولية وتهيئة الطلبة لإكمال دراستهم بعد التخرج، وذلك لرفض المجتمع بأطباء متخصصين في المجالات الطبية المختلفة. في مسعى الازدهار وتضامناً مع أهداف نقابة الأطباء، تتضافر جهود الكلية في تحقيق أهدافها لإعداد خريجين يمتازون بالخبرة والمهارة الكافية في تطبيق كافة المعرفة المستقاة خلال المسيرة التعليمية، والقدرة على اتخاذ القرارات الطبية المناسبة في ظل ظروف متغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تعزيز الدور البحثي والتطويري لدى الطلبة لإبراز تفوقهم على المستوى الفكري والمهني والتطبيقي. تعتمد كلية الطب في جامعة جابر بن حيان على المخرجات المقررة من قبل نقابة الأطباء العراقية لسنة 2019-2020، ومنها أن يمتلك الخريج المهارة على إجراء تداخلات طبية ضرورية والعمل بروح الفريق تحت أي ضغط أو ظرف طارئ. تسعى الكلية إلى تطوير إمكانيات ومهارات أعضاء الهيئة التدريس ليكونوا قدوة مثالية للطلبة وخامسة علمية متميزة لخلق بيئة مليئة بالإبداع والتميز تضمن تخريج أطباء كفاءة إلى سوق العمل. يمتلك الخريج القدرة على القيادة والتحفيز وتعزيز الروح المعنوية والتفاعل الإيجابي
وتقديم الدعم والتوجيه النفسي للمريض. كما هو معلوم فإن المبادرة التي أطلقها معالي الوزير الدكتور نعيم العبودي مبادرة تدرس في العراق كان لها صدى طيب، وهناك يعني عشرات الطلبات من الطلبة من خارج العراق قدموا للانضمام لإحدى كليات هذه الجامعة، وبالتالي فإن تطوير البنى التحتية يكسب الجامعة سمعة طيبة وزخما عالي في هذا المجال، وبما يصب في مصلحة الجامعة في التصانيف العالمية. إنني في الحقيقة أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للوزارة الموقرة ممثلة معالي الوزير وبكافة تشكيلاتها على الدعم المستمر الذي تلقاه الجامعة، دعم مستمر ومتواصل من الوزارة الموقرة، من معالي الوزير، من السيد مدير عام الإعمار والمشاريع في الوزارة، من سيد مدير المالية والإدارية في الوزارة. أيضا الشكر والتقدير موصول أيضا إلى محافظة النجف الأشرف، إلى السيد المحافظ، سيد نائب المحافظ، إلى مجلس المحافظة على دعمهم المستمر والمتواصل، ونأمل إن شاء الله أن يتواصل ويتكامل هذا الدعم من خلال إكمال الأبنية المخططة لكليات الجامعة، كلية الطب وكلية العلوم الطبية وكلية الصيدلة.